يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأيكم في من يعتمد على الأحلام والمنامات والرؤى في إثبات أمور غيبية وغيرها، مثل أن يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرني أن فلان وفلان من أهل بدر، أما فلان فليس منهم، وهؤلاء الذين ذكرهم معاصرون في زماننا، فهل يصدق بهذا؟ لا، هذا لا يصدق، ولا يثبت في الرؤيا أحكام شرعية. الرؤيا لا يثبت بها أحكام شرعية، وإنما هي مبشرات، إنما الرؤيا الصالحة من المبشرات التي تسر ولا تغر كما يقولون، تسر المؤمن ولا تغره ويبني عليها أشياء، هي مجرد مبشرات لا يبنى عليها أحكام، لا حلال ولا حرام ولا واجب ولا مستحب ولا. وبعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرع أحكام أبدا، انت اليوم أكملت لكم دينكم، ما بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم زيادة أحكام، لا في المنام ولا في اللي يقول الصوفية إنهم يصلون إلى الله ويأخذون عن الله مباشرة، هذا كله من الخرافات والأباطيل والكذب على الله سبحانه وتعالى. نعم.